السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة في قناة بالفام أوفوايي. كنتم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم أشكال ديال الحلوة اللي فريمون كيجيو لذادين بزاف، حلويات ديال الزمن الجميل، لذة والمذاق، والأهم من ذلك تيكونوا يعني بساطن وفي متناول الجميع. اليوم غادي نشارك معكم جوج أشكال، وبالنسبه للاشكال الاخرين ديال هذوك لي سوريز والشهده فغادي نخليهم لكم في الفيديو الماجيه ان شاء الله، باش هكذا ما تجيش لا فيديو طويله. فالفيديو ديال اليوم غنشارك معكم ديال الهلال اللي هي هذه ديال الزمن الجميل اللي فريمون كتجي لذيذه، والاخرى اللي كتكون فنده في السكر كلاصي حتى هي ديك ديال كاوكاو كنسميوها الهلال. فإلا كنتو انتريسي بلا فيديو خليكم معايا، مي قبل اللي باقي ما تابوناش اتابونا باش هكذا يوصلكم جديد القناة، فخليكم معايا ونبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نبداو بحلوة الهلال يعني ديال المرشم. فبالنسبة للمقادير فغادي تاخدو نص ربعة ديال الزبدة يعني 125 غرام ديال الزبدة، فأنا استعملت اللذة. غادي تضيفوا ليها كاس إلا ربع ديال السنيدة يعني كاس ديال عنبة ما عامرش، أنا كنعبر بالكاس ديال العنبة باش هكذا كيجي ساهل. واحد القبيسة ديال الملحة، غادي نضيفو بيضة كاملة، بالنسبة للمقادير اللي عطيتكم أنا ما تيخرجوش يعني واحد الكمية اللي بزاف، تقريبا كيخرجو تقريبا 60 وحدة، وكذلك على حساب المرشم يعني واش ديروه كبارين ولا صغارين. فإلا بغيتو مقادير أكثر فضيفو يعني المقادير. هنايا ضفت زوج فاني، وضفت هنايا تقريبا ثلاثة المعالق كبارين ديال النشا. انا ما كانت بقات عندي النشا بزاف، تقريبا انا درت غير زوج معالق، مي الا كانت عندكم ضيفوا ثلاثة المعالق كبارين ديال النشا ولا مايزينا، كل واحد وشنو تيقول ليها. وغادي نضيفو كاس ما عامرش يعني كاس لاروب ديال الزيت. غادي نضيفو هنايا واحد الكاس ديال الكاوكاو اللي ديجا حمرتو بالقشره ديالو وطحنتو بالقشره ديالو يعني كاس ديال العنبه. تقدروا تضيفوا حتى اللوز على حسب نتوما شنو بغيتي ويكون في لوغو. ومنعودش ليكم البنات هنايا ان فوا ضفت الكاوكاو عطات واحد اللوغو واحد النسمه ديال هذاك كاوكاو فريمون زوينه. هنايا غادي نضيف الطحين، صراحه هنايا الطحين يعني على حسب الدقيق، هنا ما عبرتش صراحه شحال درت ديال شحال من جبانه، كتبقاو تضيفوا غير بشويه بشويه راه دغيا كتجمع كتجي العجينه بحال ديال الصابلي. بالنسبه للخميره فكتضيفوا معلقه لي كتكون صغيره، هي العجينه ديالها كتكون بحال الصابلي يعني بصعوبه باش كتجمع لكم، ما تخافوش غير بشويه بشويه وخاصها الخاطر. هنايا يعني غادي تقسموا هذاك العجين الى كويرات وغادي ديروهم في بلاستيك يعني الخدمه ديالها بحال ديال الصابلي. هنا غادي تدلكوا الكره اللي عندكم بين زوج بلاستيكات باش هكذا تسهل عليكم القضيه،
وبالنسبة للسمك فكتكون شوية غليظة لأن لا درتها رقيقة بحال أنا هادوك جنيبات فدرتهم رقاقين، يعني شوية كي دغيا كيتحمروا دغيا كيتحرقوا ليكم، فديروها شوية غليظة يعني بحال الخدمة ديال الصابلي. الناس اللي كيعرفوا يخدموا الصابلي راه غادي يعرفوا صافي. وهنا كديروا انا كنفضل الهلال، هنا كضيفوا يعني كديروا المرشم ولا الطابع اللي بغيتيو. بالنسبه للطاوه فما كدهنوهاش، كترشو عليها غير شويه ديال الدقيق لان ديجا فيها الزبده دونك ما كتلصقش. هنا غادي تدهنوها بالبيض، وايفيتو انكم ديروا البيض في يعني تقيسوا الطاوه لانها كيتلصق ليكم كما قلت لكم، وتكون شويه غليظه. وهنايا يمكن لكم يعني باش ما بغيتيو تزوقوا اللي بغيتيو، يعني انا درت اللوز ايفيلي اللي كيكون عادي ما تحمروه ما والو لانه ديجا غادي يتحمر في الفران. تقدروا ديروا حتى كاوكاو اللي بغيتيو صافي. وغادي ندخلها للفران، انا تقريبا خدات لي نص ساعه ديال الطياب، ولكن عرفتوا راه العافيه خصها تكون مهيله وخاصها تكون يعني المقابله لانها دغيا كتحمر. دابا غادي ندوزو الحلوه الثانيه ديال الهلال اللي كتكون فندق في سكر كلاصي، حتى هي من الحلويات ديال الزمن الجميل اللي كنا كنعقلوا عليها. وهاد الحلوه هادي كتجي هشيشه بزاف والناس ديال الشمال باقيين محافظين عليها، يعني كيديروها بزاف. الوغ هنايا غادي ناخدو نص ربعه ديال الزبده، يعني 125 غرام ديال الزبده. انا هذيك الزبده قسمتها على الحلوات بزوج كما شفتوا، المقادير بسيطه وفي المتناول ديال الجميع. ف غادي نخدموها هكذا بين يدينا. الزبده خاصها تكون في حراره يعني المطبخ. غادي تضيفوا نص كاس ديال السكر، هنايا ضفت الزهر، ضفت واحد الزوج باش كيعطوني هذاك لوغو ديال الزهر. بالنسبه لهاد الحلوه فما فيهاش البيض، حنا خدمنا الحلاوي بزوجهم ببيضه واحده، يعني الحلوه الاولى درنا فيها بيضه. الوغ هنايا ضفت واحد القبسه ديال الملحه، وغادي نضيفو كاس ديال الزيت. هنايا غادي تضيفوا واحد الكاس ديال الكاوكاو حتى هو اللي حمرتو، يعني هذاك الكاوكاو كتشريوه، انا شريت هذاك الرقيق كتعبروه ديجا ملي تيكون يعني صايم ماشي حتى كيطحن.
عبرت كاس ديال الكاوكاو وحمرته وطحنته يعني في الطحانه بالقشور ديالو، وحتى الزنجلان اللي تيكون محمر وكطحنوه. دونك كاس ديال الكاوكاو محمر وكاس ديال الزنجلان محمر. بالنسبه لهاد الحلوه ما فيهاش لا خميره لا بيض. غادي تضيفوا واحد شويه ديال القرفه باش كتعطينا هذاك لوغو، وهنايا صافي غادي تضيفوا الدقيق اللي غادي يجمع لكم هذيك العجينه. بالنسبه لهاد الحلوه فخرجت ليا 63 حبه. صافي هنايا جمعت الحلوه ديالي، فغادي تشكلوها على شكل كعب غزال. صافي هنا كتحكموا واش بغيتوها كبيره ولا صغيره، غير هي خاصها تردوا ليها البال في الطياب، ولا حتى ملي كدير يعني ملي كطيب وكديروها في بورت مونجي حيت دغيا كتهرس. صافي وكديروها في واحد الطاوه اللي كتكون مرشوشه بالدقيق لان ديجا فيها الزبده دونك ما غاديش تلصق لينا. وبالنسبه للطياب فعافية اللي كتكون مهيله، ان فوا تخرج علي تخرج هنا راه باقا سخونه، انا ما فندتهاش لان لا بقيت كنفندها غادي تهرس ليا. فقط هكذا كندير سكر كلاصي من فوقها صافي، وكنخليها حتى كتبرد عدا باش يعني كنحطها في الطباسيل ديالي ولا في البورت مونجي. هنا وصلت لنهايه ديال لا فيديو، ما تنساوش لا فيديو الماشيه ان شاء الله، فغادي تكون غادي نشارك معكم هاد الحلوه ديال لي سوريز وهاد الحلوه ديال الشهده اللي من عجين واحد، وحتى هما تيجيو لذادين اقتصاديين. وما تنساوش الى عجبتكم هاد لا فيديو بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم. السلام عليكم.